جدا وهي كلمة because. سوف نأخذ أمثلة على كلمة because لنتعلم استخدامها وأيضا أهم المرادفات لكلمة because، كل هذا فقط في دقيقتين. هدفنا هو حفظ 90% من المعلومات من أول مرة، 20 كلمة جديدة تقريبا. لهذا السبب للحصول على هذا الهدف يجب أن تركز جيدا معي من الآن. Get ready، اجهز. Write all the phrases، اكتب جميع العبارات. So you need a notebook and a pencil، لهذا السبب تحتاج إلى notebook كراس and a pencil قلم. Just 2 minutes، ركز معي لمدة دقيقتين. And repeat after me 5 times aloudly، كرر خلفي 5 مرات العبارات بصوت مرتفع حتى تتقنها بشكل جيد. أما الآن اضغط على إعجاب لهذا الفيديو، اشترك في القناة، فعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس القادمة. أما الدروس السابقة ستجدها أسفل هذا الفيديو في مربع الوصف. كلمة because لديها مجموعة من المعاني، أهم هذه المعاني because، لأن because بسبب من أو بسبب، because من أجل أو لأجل. نأخذ المثال الأول. I wonder أتساءل if it's، إذا كان ذلك because لأننا we are so smart، لأننا أذكياء. We are so smart، لأننا أذكياء للغاية. I wonder if it's because we are so smart، فلنقرأها معا. I wonder if it's because we are so smart، أتساءل ما إذا كان ذلك لأننا أذكياء للغاية. حاول الآن أن تقرأها بصوت مرتفع باللفظ الصحيح 5 مرات واكتبها أيضا. مثال الثاني. They were angry، هم كانوا غاضبين. They were angry because، كانوا غاضبين لأنهم. Their plans خططهم. Has been discovered لأن خططهم تم كشفها أو تم اكتشاف خططهم. They were angry because their plans had been discovered، كانوا غاضبين لأنه تم اكتشاف خططهم. أما أهم مرادفات كلمة because: in order to من أجل، for لأجل، by reason of بسبب كذا بسبب كذا. هذه أهم مرادفات كلمة because. كلمة because، حاول الآن أن تكتب جملة مستخدما فيها هذه الكلمة. حاول الآن أن تكتب جملة مستخدما فيها كلمة because. شكرا لك على المتابعة، وانتظرنا في الدرس القادم 69 كلمة beautiful. سوف نشرحها بالتفصيل في الدرس 69 كلمة beautiful. شكرا لك وإلى اللقاء.